السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم. يتجدد اللقاء ويتجدد الحوار في برنامجكم حوار هادف، وفلسفتنا زي ما تعود عليها مشاهدينا الكرام حوار يحاكي الواقع وينظر إلى المستقبل. النهاردة حلقة خاصة جدا ومن نوع يعني آخر بنعلن فيها عنوان حلقتنا اليوم عن زي ما نوهنا مبادرات الرئيس السيسي طوق نجاة للمصريين. شهد السنوات السابقة وتشهد هذا العام بالذات مبادرة كبيرة قوية عن حياة كريمة، مبادرات كثيرة للرئيس السيسي التي أرعاها وتنفذها يعني ينفذها الحكومة، مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، وإطار ذلك بدعم من بعض المؤسسات الأهلية، بدعم من بعض المجالس الشبابية، وده محور حلقتنا النهاردة عن المجلس الوطني للشباب اللي بيرعى بعض المبادرات للرئيس السيسي. المبادرات دي كانت طوق نجاة للمصريين، بدأت من 2015 وتوالت، يعني لو هنتكلم كثيرة وعديدة ومسميات عديدة، كانت يعني بدأت دلوقتي تنتج ثمارها وبدأنا نحصد ثمار هذه المبادرات ومستمرين فيها حتى رؤية خطة 2030 مصر التنمية المستدامة. لما نلاقي المبادرات دي بجد حاجة مهولة وفيها تنمية مستدامة للبلد، يبقى بقى يدور علينا إحنا كمواطنين، وإحنا النهاردة في حوار هادف بنركز على الموضوع ده، إن إحنا نحافظ على هذه الممتلكات، أن نحافظ على هذا التطوير، أن نحافظ على بلدنا. لكن لما شفنا مشهد غريب وعجيب، انا حبيت ان انا مش عاوز اضايقكم، ولكن لما يبقى ترعه المريوطيه ونشوف ممشى سياحي رائع وبدا التبطين الترع، ولا هيقول لك ده التبطين الترع ده المفروض كان من الاول اساسا وده بيوفر للميه، مش ماشي بس اتعمل حاجه واو، بلدنا نفسنا نشوفها زي اوروبا، بلدنا مش عارف نفسنا نحافظ عليها ونخليها ايه. ولما يتعمل هذا المنظر الجميل وهذا التطوير الرائع اللي شهدناه كلنا وشفناه، ونلاقي في الاخر منظر يعني نفس الشباب يوريكم المنظر، يعني حاجه الواحد استاء منها من هذه القمامة والزبالة عزكم الله اللي بتبقى مرمية في المياه ومرمية حوالين المكان، إذن إحنا مش هنحافظ على بلدنا، يبقى إحنا فايدة التطوير والحاجات والتنمية وكل ده يبقى إحنا كله بنضيعه في الفاضي، يبقى حتى يعني ده فلوسك وفلوس بلدك. فعشان كده النهاردة حتى محور حلقتنا اللي بنتكلم فيه زي ما انتوا شايفين، يعني شوفوا المنظر، يعني منظر إيه ده في المية نفسها، مية النيل جوه، والتبطين اللي معمول وممشى سياحي وحاجة واو ولا في الأحلام أم الدنيا فعلا، شوف خليتوه إزاي. إذن دور وعي ونشر الوعي وثقافة تكون عندنا للبشر شوية، اللي إحنا نحافظ على ممتلكات بلدنا ونحافظ على التطوير الحاصل، نحافظ على بلدنا ونحافظ على التطوير والتنمية المستدامة اللي تشهدها البلاد في هذا العهد. طيب لما نتكلم بقى النهاردة عن المجلس الوطني للشباب، المجلس الوطني للشباب فيه شباب زي الورد، تخيلوا متطوعين بيشاركوا في هذه المبادرات وهذه التنمية المستدامة مع الرئيس ومع الحكومة ومع المحافظات. طيب انت ما قدرتش وقتك وما قدرتش بمالك، على الأقل اكفي شرك، اكفي شرك وحافظ على الحاجات دي وحافظ على الممتلكات دي. فنتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا نشوف بلدنا في احسن حال، في احسن تطوير. حياه كريمه بدات يعني السنه دي الرئيس اعلن عن تطوير الريف المصري على 3 مراحل، حاجه مهوله لالاف القرى. هنشوف خلاص تطوير، يعني حتى التطوير وصل للبسطاء والفقراء ومحدود الدخل. الرئيس بيزور الهجانه بنفسه، عزبه الهجانه الرئيس بنفسه بيزور بنفسه متواجد فيهم وبيسمع الاراء وبيقول لهم هنعمل ايه وهنطور ايه ونخلي ايه، كل ده لمصلحه البسطاء والفقراء. نتمنى ان احنا نحافظ على بلدنا، ويعني الفتره اللي جايه اللي ما يقدرش يدعم بماله يدعم بوقته، ما يقدرش يدعم بوقته يدعم على الاقل انه يكفي شره ويحافظ على الحاجه دي، ويا ريت كمان ينشر الوعي اللي احنا نحافظ على الحاجه دي. مبادرات كثيرة هنتكلم عليها النهاردة، وحاجات كثيرة جدا. هنتكلم عن المجلس الوطني للشباب اللي بيرأسه دكتورة دليل المختار رئيس المجلس، والدكتور وائل الطناحي أمين عام المجلس الوطني للشباب. كل الشكر والتقدير لهم صراحة على التعاون مع بعض كبروتوكول إعلامي مع حوار هادف. لكن النهارده برضو سريعا كده بنبدا بعض الحاجات. انا يعني يسعدني ويهنئني ان انا يعني يسعدني ان انا النهارده ويشرفني ان بتقدم بالتهنئه من حوار هادف مع الدكتور محمد الغزالي بالتهنئه للاستاذ الدكتور سامي خليل استاذ الميكروبيولوجيا بتعيين سيارته عميدا لكليه الطب البيطري جامعه الاسكندريه. كل التوفيق لسيادتك،
حب زملائك، حب الطلبة والأجيال تجعل فعلا التهنئة كبيرة لسيادتك، تستحق هذا وتستحق أكثر إن شاء الله رئيسا للجامعة في المستقبل، القدوة والعلم والحب الأستاذ الدكتور سامي خليل، بالتوفيق وإلى الأفضل دائما. النادي الأهلي المصري يعني كان المرة اللي فاتت أعلننا وكان وشنا حلو وفاز على الدحيل المصري، مباراته مع بايرن ميونخ اللي كانت يوم الاثنين كانت 2-2 دون رد، لكن النهاردة يقوم الأهلي بالاستعداد لخوض آخر مبارياته في النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة بين 4 إلى 11 فبراير. خاض النادي الأهلي أول مبارياته في النسخة الجارية أمام الدحيل القطري، هي المباراة والمواجهة التي فاز فيها النادي الأهلي قبل أن يخسر أمام زي ما ذكرنا بايرن ميونخ بهدفين دون رد. يواجه الأهلي دلوقتي في الميعاد اللي احنا شغالين فيه الحلقة دلوقتي الخامسة مساء اليوم فريق بالميراس البرازيلي على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة في مباراة تحدد المركزين الثالث والرابع. كل الأمنيات القلبية بالتفوق والفوز للنادي الأهلي نادي القرن والعمالقة. طيب أنا يعني هنطلع هذا الفاصل القصير هنشوف هذا الفيديو اللي بيقول المبادرة هنجملها واللي كانت ختاما في محافظة البحيرة كانت برعاية الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء وأيضا وزير التنمية المحلية سعادة اللواء محمود شعراوي وأيضا محافظة البحيرة سعادة اللواء هشام أمنة، كل الشكر والتقدير لهم مع المجلس الوطني للشباب، وكان حاجة حافلة وحاجة جميلة جدا. هنشوف هذا الفيديو من تنسيق وإعداد المجلس الوطني للشباب ونرجع تاني مع ضيوفنا الأعزاء الشباب اللي زي الورد. فاصل ونعود، استنونا. في إطار جهود الدولة المصرية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة وبمتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورعاية معالي وزير التنمية المحلية سيادة اللواء محمود شعراوي، قام سيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والقيادات التنفيذيين بالمحافظة وبحضور الدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب بالمرور على قرية سرومبي مركز ومدينة المحمودية وحي زهراء الحدائق بمركز ومدينة كفر الدوار وحي الزهور بمدينة أبو حمص لمتابعة نشاط مجموعات عمل المجلس الوطني للشباب بمحافظة البحيرة بقيادة الدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب وفرق عمل المجلس بمختلف مدن المحافظة من الشباب المتطوع وأهالي تلك المناطق في تنفيذ مشروع مجلس إدارة الشارع في إطار مبادرة هنجملها، حيث تم تشكيل مجلس إدارة الشارع لكل شارع في هذه المناطق كخطوة لتعميمها في كافة أرجاء المحافظة، حيث قامت مجموعات العمل بتركيب الانترلوك بشوارع قرية سرومبي على 1000 متر، حيث قام سيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بتخصيص مبلغ 130,000 جنيه لتطوير شوارع القرية، على أن ما سيقوم به المواطنين من أعمال سيقابلها مثيله من المحافظة. خلاص الرقم ده أنا اديتك قد منه هو مرتين خلاص، وبقول لك تاني كل ما تعمل 100 متر تبقى عندي 100 متر. المهم يا أهالي البلد يتعلموا يعني إيه ابن بلدهم، يتعلموا يعني إيه يتعلموا يعني إيه حافظوا على بلدهم، علشان إن أنتوا اشتغلتوا شغل مجتمعي وبدأتوا فالدولة زي ما مدّدوا لها دراعكم قراط مديته 24 قراط، ومعالي المحافظ دلوقتي قال هتعمل 100 متر هعمل لك من المحافظة قدامه 100 متر تاني، فنكمل شغلنا مع البلد. يشكر معالي الوزير واحنا بنعرفه. تعرفوا ان الدولة كلها شايفاكم، يعني انا مثلا انا معالي الوزير عشان الواحد اللي متابعكم. وذلك لاستمرارية التعاون والشراكة بين المواطنين والدولة لتطوير كافة المدن والقرى والأحياء في إطار عمل مشروع مجلس إدارة الشارع، كما قامت المحافظة بالتعاون مع فريق عمل المجلس بتجميل حي زهراء الحدائق وعمل ميدان وتجميل وقص الأشجار وتلوينها بألوان علم مصر، كما قامت بدهان الأرصفة والتشجير وتنظيف وتجميل الشوارع بحي الزهور مدينة أبو حمص، كما قام شباب المجلس الوطني للشباب بتنظيم الأعمال في مدينة النبارية وأبو البطمير وإيتاي البارود وإدكو ودمنهور ورشيد،
والتنسيق مع رؤساء مجالس تلك المدن بمتابعة المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة البحيرات. ولا زالت مجهودات الشباب بالمجلس الوطني للشباب قائمة نحو ضم كافة القرى والمدن والأحياء للمبادرة بمحافظة البحيرة وبكافة محافظات الجمهورية، برعاية معالي وزير التنمية المحلية سيادة اللواء محمود شعراوي، ومتابعة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبقوة وسواعد أبنائها تحيا مصر. مع تحياتنا الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب، والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني للشباب. المجلس الوطني للشباب، بيت الشباب المصري، بنحقق الحلم. ورجعنا لكم في حوار هادف بعد ما شفنا الفيديو المختصر اللي نسقه المجلس الوطني الشباب عن مبادرة هان جنبلها اللي كانت في محافظة البحيرة وبدعم من المجلس الوطني للشباب. يسعدني ويشرفني يكون معي في الاستوديو هذا اليوم في حوار هادف الأستاذ عبد الحي مشرف، عضو مبادرة هان جنبلها في محافظة البحيرة وعضو المجلس الوطني الشباب. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك. أيضا يسعدني أيضا يكون معي الدكتورة سوسن العوضي. أهلا وسهلا بحضرتك، رئيس لجنة البيئة بالمجلس الوطني للشباب. أهلا وسهلا بك دكتور سوسن. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، حيدور الحوار النهاردة عن مبادرات الرئيس السيسي حول التنمية المستدامة، كما يدور الحوار عن مبادرة هنجملها اللي شفتوا الفيديو المختصر اللي فات في محافظة البحيرة مع الأستاذ عبد الحي. ومش هننسى كمان دور، بما ان معانا الدكتوره سوسن، دور المراه والفتاه. اليوم 11 فبراير تحتفل الامم المتحده باليوم الدولي او العالمي للفتاه والمراه في ميدان العلوم، الفتاه والمراه في ميدان العلوم في التكنولوجيا والبرمجه في، وهو ده اللي حاصل في مصر صراحه. يعني الان يعني اهتمام كبير جدا من القياده السياسيه بدور المراه ودور الفتاة المصرية في التنمية المستدامة، هيكون إن شاء الله بإذن الله محور كبير نتكلم فيه هذا اليوم. لكن أنا طبعا هيكون برضو معنا على الهاتف، ما ننساش إن شاء الله برضو كمفروض يكون ضيف عزيز معنا، الأستاذ عمر جوهر وهو نائب رئيس لجنة الإعلام بالمجلس الوطني للشباب. روح للأستاذ عبد الحي ويكلمنا بقى، يعني شفنا الفيديو اللي حاصل، لكن عاوزك يعني الناس شافت الفيديو فشفته بشكل مختصر، أنا عاوزك تقول لي ايه الدور اللي انتوا بتعملوه كشباب، وتقول للشباب المتطوعين يعملوا ايه. يعني النهارده حي في ابو حمص، حي في كفر الدوار، حي في المحموديه، لما تكثر هذه البراكز وتكثر هذه الاحياء هيكون عندنا صح مجال تطوير فظيع، ونشارك الدوله، والدوله دلوقتي عامله حياه كريمه في تطوير الريف المصري. قول لي ازاي انتوا بتعملوا الكلام ده والمجهود الكبير اللي انتوا بتعملوه، بتاخدوا دعم من المحافظه، ويا ريت بقى يعني هلحق بالسؤال الخطه الزمنيه بقى، يعني عايزين نتفرج ونشوف تمام. الجمال فضل. تمام. اولا مبادرة هنجملها ومجلس إدارة الشارع، دي مبادرة عاملها المجلس الوطني الشباب برئاسة الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني الشباب. نعم. والدكتور وائل الطناحي الأمين العام للمجلس الوطني الشباب، وبصراحة هم دايما داعم وسند للشباب، وعاملين روح جميلة وعاملين نماذج محاكاة، وليهم في العمل التطوعي كتير جدا. المبادرة باختصار مبادرة هنجملها ومجلس إدارة الشارع، دي قايمة على فكرة معينة لدى كل بيت في مصر. نعم. مبدئيا كده في حاجة اسمها قمامة الفصل من المنبع. لازم طبعا يفصل، هيفصل المخلفات الصلبة لوحدها والمخلفات العضوية لوحدها. نعم. المخلفات الصلبة دي هتنزل في لوحدها في الشارع، في حاجة هيشكل في الشارع، ده حاجة اسمها مجلس إدارة شارع. مجلس إدارة شارع ده يعني مثلا لو احنا عندنا عمارتين، العمارتين دول 200 شقة مثلا في وش بعض، هيتكون منهم رئيس ويامين صندوق ونائب، هيتكون مجلس إدارة الشارع. مجلس إدارة الشارع فكرة في حد ذاتها فيها مبادئ كتيرة جدا. أولا البيئي، جانب بيئي إنه حفاظ على البيئة. تاني جانب التكافل، يعني الشق التكافلي ديت بعد كده هنعرف إزاي إنه فيها شق تكافلي. بعد كده في تراحم بين الناس، ويرجع لمة الشارع تاني مع بعض، والشارع عارف بعضه، وحافظ ونحافظ بقى على جمال، حلو قوي، إدارة الشارع. مجلس إدارة الشارع فعلا، ونحافظ بقى على جمال الشارع، نحافظ على جمال المنطقة اللي احنا قاعدين فيها. بعد ما يتشكل المجلس ده، مجلس إدارة الشارع، هو هياخد الحاجة اللي اتفصلت من المنبع دي اللي هي المخلفات الصلبة، هيبيعها، والمردود بتاعها اللي هيبيعها لأي متعهد، المردود بتاعها هيعود بالنفع على الشارع من ناحية تجميل، تزيين،
محتاجين حد عنده فرح مثلا هيبعت له مبلغ، حد عنده حاله وفاه مبلغ، تمام. في حالات في الشارع مثلا محتاجه ظروفها صعبه شويه هيديله. فبالتالي اي شارع او حي او قريه او اي منطقه في مصر هتنضم وهتشكل مجلس اداره شارع، طبعا المبادره دي عشان برضو اوضح لحضرتك. طب هي قبل ما توضح عن مبادره، عشان عاوزين ان احنا ندوس فيها قوي، معانا دلوقتي هاتفيا، معي هاتفيا الان الاستاذ عمر جوهر نائب رئيس لجنه الاعلام بالمجلس الوطني للشباب متحدثا اعلاميا. اهلا وسهلا بك استاذ عمر. اهلا بك يا دكتور وبضيوفك الكرام. اهلا وسهلا بك استاذ عمر، وطمنا يا رب ان شاء الله، بس نطمن على الاستاذ يعني كل صحيح. يعني انا دايما كنت صراحه بفتكر ودايما بالدعوات القلبيه للاستاذ وائل الابراشي بالسلامه يا رب ان شاء الله والعوده الحميده، نتمنى له الشفاء يا رب العاجل يا رب ان شاء الله. الله يخليك. تحياتي للدكتوره سوسن الاول والاستاذ عبد الحي ولحضرتك. اهلا وسهلا بيك. هو احنا المجلس الوطني للشباب زي ما قلت لحضرتك قبل كده يا دكتور، ان احنا بننقل فعلا نبض الكرة والنجوع بالصوت والصوره للساده المسؤولين. طبعا احنا كلنا عمل تطوعي، ما بنخافش ما بنخجلش من الصوره، بننقل الصوره قبل وبعد من على ارض الواقع. نعم. بكل شفافيه وبكل حياديه، وبصراحه كل الجهات المعنيه بتتفاعل معنا يعني بشكل غير عادي. انا حتى يعني عشان من حتى لا اطيل على حضرتك ان شاء الله هو الاستاذ عبد الحي هيشرح لك اكتر. طبعا يعني احنا عاوزين مجلس اداره الشارع ده نخوض فيه. احنا دورنا ان احنا بنوثق كل الاماكن اللي بننزلها قبل وبعد. جميل. قبل وبعد. بس استاذ عمر، استاذ عمر وانت نائب رئيس لجنه الاعلام، وهنا السؤال، كيفيه تسويق المجلس الوطني للشباب اعلاميا؟ يعني انتوا بتنزلوا قرى ونجوع وقرى نائيه، النت، التطوع اللي حاصل بدون فلوس، كلمنا ازاي كيفيه التسويق اعلاميا. احييك يا دكتور الاول على السؤال المحترم ده. اولا احنا كل الناس المنضمه للمجلس الوطني للشباب كلهم كوادر. نعم. ناس محترمين. تمام. احنا بننزل الاول بنعاين المكان على ارض الواقع وبنصور. نعم. بنوثق الصور بتاعتنا والفيديوهات، وبعد كده بيتم رفع الصور والفيديوهات دي للجهات المعنيه، سواء اذا كانت الوحده المحليه او معالي الوزير التنميه المحليه من خلال المجلس الوطني للشباب. تمام. نعم. وبعد كده بننزل بناخد وفد بقى من الوحده المحليه والمحافظه، وبننزل نعمل صوره ثانيه غير اللي احنا صورناها قبل كده. تمام. فبالتالي بيبقى في تغيير. فالقرى والنجوع لما بيلاقوا ان في ناس مهتمين بيهم وفي جهات معنيه يعني مش جهه عشان مصلحه بعينها بيتفاعلوا معانا بشكل غير عادي. الريف بشكل عام اول ما بلاقي اي حد بس عاوز يتفاعل. ايه يا دكتور؟ الريف بشكل عام اول ما بلاقي اي حد مسؤول اعلامي، مسؤول من الشباب، مسؤول تطوعي، بيتفاعل على طول. بيتمنى بس. بسط جدا 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 بكده، وخاصه لما بيعرف ان الناس الموجودين دول مش ناس يعني جايه تاخد لقطه او غيره، لا ده احنا كل الناس الموجوده وبتنزل الكره والنجوع بيبقوا جايين عشان فعلا يخدموا الناس دي. احنا فعلا بنلف وبننزل مش عشان مصلحه شخصيه، كلنا بننزل عشان خاطر خدمه بلدنا وعشان خاطر قياده بلدنا الرشيده. بصراحه كل الشكر والتقدير طبعا للقائمين على المجلس الوطني للشباب. حقيقي. صراحة ما فيش أي تقصير من أي نوع أو أي خلاف من أي نوع. صحيح. ما بين الفريق وبعضه، إحنا شغالين كلنا بروح الشباب. نعم. بجد 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 إحنا أنا فخور إنه المجلس الوطني للشباب ده موجود على أرض الواقع، وفي زي ما حضرتك زعت التقرير من شوية، إن شاء الله في الفترة اللي جاية في تطوير أكتر وأكتر وأكتر في محافظة البحيرة، لأن هي من أكبر القرى اللي هي مشارك فيها المجلس الوطني للشباب. جميل جدا. محافظة البحيرة، كيفية التواصل إعلاميا أستاذ عمر مع الجهات المختصة، وخاصة أنهم شباب، يعني مش بنصغر منهم، ولكن الجهات المختصة هل بتتعاون؟ يعني أنا شفت المحافظ البحيرة صراحة حتة حلوة قوي، بيقول المتر اللي هتحطوه أحط قصاده مترين، المبلغ اللي هحطه قصاده كذا، وحط مبلغ مادي ومالي، وده أول مرة نشوفه في عمل تطوعي. هنحكي لسيادتك قصة قصيرة عن الموضوع. اللي حصل كالتالي، إحنا في الأول خالص أنا لمست إن في أهالي قرية سرومبي اللي تم عرضها بيعملوا بالجهود الذاتية شارع من الشوارع. نعم. فأحد الأهالي صور وقال لي إحنا بنعمل كده. فطبعا أنا قمت بالتواصل مع
الجهات الاعلاميه كلها ورصدنا الصوره دي وعرضناها للاعلام. تمام؟ بعد كده على طول تواصلنا مع بعض احنا كالمجلس الوطني للشباب، وتواصلنا مع السيد المحافظ، ونزلنا كان احنا نكرم الاهالي دول وان احنا نساعدهم ونقف معاهم. حتى معالي المحافظ بيقول لهم لو هتعملوا 100 متر هنديكم، اللي هتعملوها هنديكم قده. وكل طلبات القريه مجابه. يعني احنا مثلا بنرصد، المجلس الوطني بيرصد اذا كان في حاجه ايجابيه من الاهالي بنتفقهم عليها، ما فيش حاجه ايجابيه وفي حاجه سلبيه بيتم رصد السلبيه لتحويلها الى ايجابيه. يا سلام سامي، جميل. وطبعا كل المواقع والجرايد والقنوات بفضل الله معانا، بيحصل تسليط ضوء. بيحصل تسليط ضوء يا دكتور؟ بيحصل تسليط ضوء اكثر. وانا اتمنى منكم وانتم كجهه اعلاميه، استاذ عمر ونائب رئيس لجنه يعني الاعلام في المجلس الوطني للشباب، ان احنا ننشر الوعي الاعلامي للحفاظ بقى على الحاجه دي. يعني لسه كنت بقول اللي مش هيقدر بالمال ولا هيقدر بالوقت، والشباب المتطوع ده بي 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 بيعمل، والدوله عماله تعمل مبادرات، على الاقل خلاص يكفينا شره ويحافظ، بلاش يبوظ. بالفعل يا دكتور زي ما حضرتك بتقول، احنا فعلا شغالين على ده، وشغالين على الجانب الاعلامي والجانب الثقافي والجانب التوعوي اكثر توعوي في الفتره الاخيره. فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية يعني هتشوف تغيير ملحوظ في معظم الكرة والنجوع بمصر. يعني احنا بننزل كرة، مع احترامي يعني، ما كانش فيه رئيس حي بيفكر في يوم ان هو يعدي حتى من جنبها. صحيح يعني صحيح. واحنا بننزل كلنا، وفي كوادر رئيس المجلس الوطني للشباب والنائب وامين عام المجلس الوطني للشباب بينزلوا بنفسهم معانا، وبينزلوا الكرة والنجوع معانا، وبيتابعوا وبيرصدوا معانا على ارض الواقع. فاحنا بننزل اي مكان، اي من مكان، لتوصيل صوت الناس وتوصيل المرافق والخدمات للكره والنجوع. يعني لان هم في الاول وفي الاخر دول اهالينا وليهم حق علينا. تمام، شكرا جزيلا استاذ عمر جوهر المراسل التلفزيوني ونائب رئيس لجنه الاعلام بالمجلس الوطني والشباب، كان معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. اروح للدكتوره سوسن، وانت رئيس اللجنه البيئه في المجلس الوطني للشباب، وانت من الشباب، يعني كلمينا عن اهداف التنميه المستدامه. واحنا بنتكلم النهارده كمان عن يوم الفتاه والمراه العالمي اللي بتحتفل به الامم المتحده للمراه والفتاه في ميدان العلوم. كلمينا عن الدور ده في مجلس الوطني للشباب، وانتوا يعني كالمراه والفتاه في البيئه، وانت رئيس اللجنه دي بتعملوا ايه، وكدوركم ايه في التنميه المستدامه في البلد وخطه مصر 2030. تمام، الاول مساء الخير عليك وعلى كل الساده الضيوف، ومساء الخير استاذ عبد الحي زميلي في المجلس الوطني للشباب اللي مشرفنا في البحيره. خليني اقول لحضرتك التنميه المستدامه ودور المراه والخطه مصر 2030 كلهم مرتبطين ببعض بشكل ما. نعم. قلت جزء عايزه اخده من حضرتك عن التوعيه ونشر الوعي. احنا لو هنتكلم عن المراه، خليني اتكلم على السكيل الصغير الاول عندنا في المجلس، وبعد كده هكلمك على اللي حاصل في مصر دلوقتي واللي الرئيس السيسي كمان بيدعمه وبقوه. نعم. اولا احنا في المجلس زي ما حضرتك ما تفضلت، احنا رئيسه المجلس ست جميله جدا وحد راقي جدا، وهي اكبر داعمه لينا بنات وشباب، يعني دكتوره دليله مختار. وطبعا دكتور وائل الطناحي هو يعني هو دينامو المجلس وشعلة النشاط، وهو انا حتى كنت لسه بقول لاستاذ عبد الحي هو فريق، يعني هو دكتور وائل هو عباره عن تيم، مش شخص واحد. فاحنا عندنا لجان كثيره في المجلس، دايما بقول احنا جوه المجلس شبه الدوله، يعني الدوله فيها وزارات، احنا عندنا لجان، كل لجنه بتهتم بقطاع معين او شق معين من الدوله. اغلب الرؤساء يعني يمكن 70% ستات رؤساء اللجان، فده مش تحيز خالص، لكن ده يدل على ان الست اصبحت قادره على انها تاخد القياده وتاخد المنصب وتبتدي تطور وتبتدي تحط خطه في كل العلوم وفي كل المجالات. بالظبط، وهنلاقي حتى في الوزارات بقى، يعني ننتقل بقى على السكيل الاكبر، احنا عندنا 8 وزيرات ستات ووزارات مفصليه، يعني مش وزارات، يعني وزير التخطيط ست، والاول مره من مده طويله جدا نلاقي حاجه زي دي، ولسه واخده جائزه عربيه مهمه جدا، جائزه التميز. نعم. عندنا وزاره الهجره، عندنا وزاره التضامن، يعني عندنا 8 وزارات ست. لو بصينا على اقرب حدث حاصل هو مجلس النواب، حضرتك عندك فكره فيه كام ست في مجلس النواب؟ ثلث مجلس ال 30%. صح،
168 ست، يعني ده حدث وشباب كمان وكبار بالظبط، مختلف من قوائم وجايين من فرديين مستقل ويعني متنوعين ايضا. وفي حدث برضو للست كان عظيم جدا، انت عارف الرئيس بيعين اعضاء نعم. معينين نصهم بالظبط كانوا ستات، يعني حتى الرئيس نفسه هو يدعم، الرئيس السيسي يدعم المرأة في التنمية المستدامة. بالنسبة بقى للتنمية المستدامة اللي حضرتك اتكلمت عنها، في هدفين من أهداف التنمية المستدامة، هدف الحد من التمييز بين الجنسين وهدف المساواة، الاتنين بيعتبروا ان هم يؤكدوا على الأهمية من تواجد المرأة، والأهمية الأكثر ان احنا نوعي الناس على التنمية المستدامة. يعني حضرتك اتكلمت عن التنميه المستدامه كتير قوي النهارده، تعرف فيها كم هدف؟ كتير، اهداف كتير، البسطاء والفقراء اهمها بالظبط. حضرتك مثلا تعرف هي اتعملت سنه كام؟ فدي الحاجات اللي لازم ناكد عليها. يعني حضرتك اعلامي كبير ومحترم، ومن خلال برنامجك لازم نقول ان التنميه المستدامه خطه اتحطت من الامم المتحده سنه 2017 2016 فيها 17 هدف. نعم. نقول دايما الاهداف بتاعتها علشان نوصل للناس ان الدوله دلوقتي كلها ماشيه ازاي. نعم. ورايحه في انهي اتجاه. نعم. وخصوصا لان خطه مصر 2030 اللي شغال عليها كل الوزارات جايه من اهداف التنميه المستدامه. هنرجع لحضرتك تاني عشان الموضوع بقى البيئه كمان، انا عايز اتكلم في موضوع البيئه. اروح للاستاذ عبد الحي، لسه كنا بنتكلم عن مجلس اداره الشارع وانت كنت بتتكلم فيه وبتفاصيله، خلينا نتكلم عن المبادره بقى بتاعت هنجملها اللي طالعه من مجلس اداره الشارع، التنفيذ يعني. خلينا نتكلم عن البحيره دلوقتي، وانت عارف انت عضو في البحيره، هتعملوا ايه الفتره الجايه، والخطه الزمنيه للاحياء اللي ذكرت في الفيديو قد ايه؟ تمام. مبدئيا برضو قبل ما نتكلم في النقطه دي، احنا بنوجه الشكر طبعا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعم كل المبادرات فعلا اب الروحي للشباب، مع الوزير التنميه المحليه اللي هو محمود شعراوي، سياده اللي هو محمود شعراوي معالي وزير التنميه المحليه، في برضه اللي هو حمزه درويش وكيل اول وزاره التنميه المحليه، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي للوزاره، وفعلا ده شعله نشاط ودايما معانا في اجتماعات وبيحفزنا وبيقول لنا دايما انا في ظهركم، وعطانا مده زمنيه مده 20 يوم. قال لنا في ال 20 يوم دول انا عرفت خلص منها 10 ايام. خلص منها 10 ايام، باقي دلوقتي 10 ايام. طبعا كل فرق العمل في البحيره عندنا، سواء في المحموديه قريه سرومبي، في ابو حمص حي الزهور، في حي زهراء الحدائق في كفر الدوار، في النبريه، في مدرسه العشره مدرسه قريه العشره مدرسه او قريه ابو بكر الصديق. نعم. في مركز ابو المطامير، في رشيد، في كذا مركز عندنا، كل الفرق العمل عندنا دلوقتي. انا بكلم حضرتك لسه فريق عمل ابو حمص متواجد من 7 الصبح لحد يعني بالليل، لانه بيسابق الزمن علشان خاطر يطلع في الصوره الكويسه، ينفذ كويس، بيجمل بقى، بيزين الحيطان، بيزرع اشجار، فكره جميله جدا. الاطفال طبعا لازم نهتم بيهم، والمراه، لان هم دول النواه الاساسيه لنجاح مجلس اداره الشارع. المراه اولا هي اللي هتفصل، الطفل هو اللي هيحافظ على نظافه الشارع، مش هيخلي حد، مش هيسمح لحد ان هو يرمي اي حاجه في الشارع. بنعمل له ايه؟ الطفل من اي طفل فيهم بنعمل له شجره باسمه، بيرعاها بقى ويسقيها ويرويها وكده. وطبعا احنا في حي الزهور عملنا طفل شاب جميل كده صغير اسمه عبد الله، عملنا له شجره، ولما رحنا لهم هناك سميناها شجره الخير وصورنا معاها وجت في التقرير. المهم بعد 10 ايام هروح الاقي حي الزهور هو على مثال على اسمه بالظبط، حي الزهور. فعلا حي الزهور هيبقى حي الزهور، وكل المناطق اللي احنا شغالين فيها دلوقتي الشغل على قدم وساق، وما شاء الله هتشوف شغل عالي جدا، وفي التقرير هيبقى تقرير مشرف. واحنا عندنا شباب شعله نشاط، عندهم كميه باور رهيبه، يعني يشتغلوا افكار وحاجات. يعني طبعا لو قعدت اعد لحضرتك في اسماء فرق العمل هاخد وقت طويل جدا، بس انا من برنامجك بحييهم جدا، فرق عمل المحموديه قريه سرومبي، حي الزهور، فريق عمل ابو حمص المحترم اللي مشرفني جدا، فريق التحدي، فريق عمل قريه حي زهراء الحدائق، فريق عمل النبريه، فريق عمل محترم جدا برضه. كل التحية والتقدير من حوار هادف لأبناء محافظة البحيرة بمراكزها وقراها ونجوعها. نتمنى، وهي داخلة كمان مركز أبو حمص لقرى، داخل في حياة كريمة من ضمن المرحلة اللي داخلة يرعاها الرئيس السيسي. نتكلم عن حياة كريمة. في نقطة برضه بسيطة، اللي هو سيادة اللي هو هشام أمن محافظ البحيرة والمهندس حازم الأشموني سكرتير العام والأستاذ محمد بطيشة، فعلا داعمين بقوة،
وداخلين معانا على الخط وبينسقوا. عندنا مثلا الوحده المحليه لابو حمص سياده اللي هو مدحت الزغدي اللي هو بتوع لسه جاي جديد ما شاء الله ما شاء الله طول النهار معانا في الشارع ما بيكل. برضو رئيس المجلس الوحده المحليه المحموديه ورئيس قريه سرومبي وكفر الدوار اللي هو احمد مرزوق. يعني فعلا ناس شعلة نشاط ورئيس جهاز مدينه النبريه. يعني فعلا الناس داعمين جدا واقفين معانا بيذللوا العقبات لما بننزل الشارع بالقوم جاهزين بمعداتهم بالناس بتاعتهم بالعمال كله تمام. يعني ما شاء الله انا بوجه لهم التحيه جدا واسف لو نسيت اي حد. انا بحيي فريق العمل كله كده التيم حاجه جميله ومشرفه قيادات تنفيذيه وشباب. بالتوفيق وكل الشكر والتقدير لكل الداعمين للمجلس الوطني للشباب وهنجملها. روح الدكتوره سوسن هنجملها وانت رئيسه لجنه البيئه الدور اللي بتعملوه ايه وايه الانشطه اللي كانت سابقه وايه المشاريع اللي انتم ناويين تعملوها في 2021؟ تمام. خليني بس اخد من عنوان الحلقه النهارده اللي هو المبادرات الرئاسيه نجاة للملايين. احنا في لجنه البيئه شغالين تحت رعايه او تحت مظله مبادره رئاسيه اسمها اتحضر للاخضر، ودي مبادره اطلقها السيد الرئيس في نهايه 2019 مع وزارة البيئة المصرية. احنا عندنا في لجنة البيئة شغالين في اكتر من مبادرة تحت رعاية وزارة البيئة وتحت رعاية المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر. طبعا من ضمنها هنجملها وهي الحقيقة هنجملها ومجلس إدارة الشارع بقالها سنين. ويعني المرة دي احنا جايين نتكلم بس عن البحيرة بس هي منتشرة بالظبط جميع المحافظات هنتكلم عليها. لكن اعزائنا المشاهدين نروح للفاصل القصير ده استنونا. A2M Egypt. شركة A2M Egypt هي شركة استيراد وتصدير وتوكيلات تجارية للأدوية البيطرية والإضافات والمكملات الغذائية. تأسست الشركة عام 1998 باسم الشركة الوطنية للفيتامينات، وفي عام 2008 تغير اسم الشركة ليصبح A2M Egypt. A2M Egypt للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية. A2M Egypt أدوية بيطرية، إضافات أعلاف، فيتامينات، إنزيمات، بريمكسات، بروبيوتيك. A2M Egypt منتجاتنا هي الأولى في العالم. A2M Egypt وكلاء لكبرى الشركات العالمية الأمريكية، الإسبانية، الألمانية، والصينية، الهندية. تهدف الشركة A2M Egypt إلى العلاج من الأمراض، الوقاية، الحماية، رفع المناعة، رفع كفاءة الإنتاج الداجني الحيواني السمكي، خفض تكاليف الإنتاج. منتجات شركة A2M Egypt عديدة ومتنوعة لكبرى الشركات العالمية. كما تهتم شركة A2M Egypt بحيوانك الأليف. خدماتنا تغطي كافة أنحاء الجمهورية أينما كانت مزرعتك، مصنعك، صيدليتك أو مكانك، نصل إليك. وللتواصل معنا شركة A2M Egypt نصنع الفارق لثروة حيوانية وداجنة أفضل.